كمان فاز فريق كروكيه بنادي الزمالك على فريق طيران بثنائيه نظيفه في المباراه اللي جمعت بينهم امبارح يوم السبت على ملاعب المنافس بدور ال 16 ببطوله كاس الاتحاد، وفاز في المباراه بالجوله الاولى ثنائي السيدات منال خضير واماني حسن، وكمان فاز ثنائي مختلط بالجوله الثانيه وهم محمد طه ووفاء لطفي، وبيقود الفريق طبعا كابتن احمد ميهوب مدير فني وكمان مجدي المنياوي كمدير إداري. كل التوفيق لفريق كروكيه بنادي الزمالك دايما.